عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي، مرحبا بكم في قناة وصفات الجمال الطبيعي مع خديجة. اليوم إن شاء الله غنحضروا معكم التقلية ولا الدوارة ديال العيد. هذه خصيصا للعيد، كتجي لذيذة ورائعة وسهلة في التحضير. المهم بالنسبة للطريقة وبالنسبة للمقادير اللي فيها، كنحتاجوا الدوارة بكل شيء ليها، الانواع ديالها يعني بجميع الانواع، كاين الحرشه، كاين المهم جميع الانواع كما كتشوفوا، كاين الكبده، كنزيدو هنا الكبده، الكبده شويه ديال القلب، شويه ديال القلب، كاين المصيرنات مدفورين. دابا نوريكم الطريقه ديال الضفير ديالهم كيفاش كندير ليهم. عندنا الريه، وعندنا الريه اللي سلقناها قبل، سلقناها غير باش تحيد داك الدم اللي فيها. وصافي، وهادشي اللي غنحتاجو. وبطبيعة الحال العطرية كاملة، سكنجبير، التحميرة، البزار، وزريعة القزبر، والشرمولة، والملحة، والثومة، والثومة، وهذا زيت الزيتون. غنخليكم مع الطريقة كيفاش كنضفرو المصيرنات، وغنرجعو لطريقة التحضير. دابا غنوريكم كيفاش كنضفرو المصارن ديالنا. كنشدهم بهذه الطريقه بحال هكا، كنلويهم على اليد على الصباع، وكنبداو ندخلو ونخرجو، نشدو وندخلو بحال هكا. بهذه الطريقه سهله جدا كيفما كتشوفو، خيط هكا وكندخل وكتزرب، كندخل وكتزرب ها بالخيط. كاين اللي كيرميهم ولا سميتو، دابا الواحد يصغرهم كيجيو حتى هما بنان مع التقلية. بعد ما كنا غسلناهم هادوم، تغسلو مزيان وحليناهم وكرطناهم. صافي، كنبقاو على الطريقة حتى كنكملو المصران كامل وكيتدفى. نبداو على بركة الله طريقة التحضير. ناخذ كوكوط ونشعلو عليها العافية، ونخويو الدوارة ديالنا. نضيفو الرية، نديرو شوية تحميرة، سكنجبير، زريعة القزبر، الإبزار، والمليحة، الحاجة المهمة هي وما تنساوش الشرمولة المغربية ديال كنديرو فيها الربيع، والثومة، والتحميرة، والكمون، والملحة. التقلية كتبغي ضروري الشرمولة في التقلية، تكون الشرمولة حيت ما غنديروش فيها البصلة. هادي ما تكونش فيها البصلة، تكون فيها غير الشرمولة وصافي، والثومة والربيع والزيت. غنخليوها تقلى، دابا غنخليوها تقلى وغنحركو مزيان المقادير باش يتشرملو. اذا هاي التقليه ديالنا كتقلى وكتشحر. كنا ضفنا ليها شويه ديال الخرقوم حيت ما كناش نسيناه، ضفنا ديك معلقه كنا نسينا ما ذكرناش في المقادير. دابا كتقلى. بالنسبه للنجاح ديال التقليه، ما كنديروش فيها البصله، باش كنبغيو باش منين بغيو نخزنوها
نحتفظوا بها في الكونجيلاتور، ما كتعطيش الريحه وما كتخسرش. هادشي علاش غنديروها غير بالشرموله وزيت العود باش كنحتفظوا بها في الكونجيلاتور وقت ما بغينا نجبدوها. اذا من بعد ما تقلات لينا التقليه ديالنا غادي نضيفوا لها شويه ديال الماء وغنسدوا عليها، نسدوا الكوكوط باش نصفروا عليها باش طيب. دابا غير شويه ديال الماء ماشي بزاف. يلا نتلاقاو، يلا غنسدوا عليها وملي طيب غنتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال التقليه ولا الدواره ديالنا، كتجي رائعه ولذيذه وسهله في التحضير، كتجي مدغمره ونقدروا نحتفظوا بها في المجمد الوقت اللي نبغيوها نخرجوها بحكم ما فيهاش البصل. كيف ما قلت لكم من اسرار النجاح ديال التقليه هي ما ديريش فيها البصله، وتقدروا تحتفظوا بها الوقت اللي تبغيوها، تجبدوها من المجمد وتاكلوها بالصحه والعافيه. اذا هذه طريقتنا، كنتمنوا انها تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش انكم ديروا لينا لايك وتشتركوا في القناه الى ما مشتركينش، وتخليوا لينا تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم للقناه، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاحباء والاصدقاء ديالكم. مرحبا بكم الى الفيديو المجيء ان شاء الله.